أحد المطوفين في مكة في كل حج أنا معي مجموعة من أجل أهيئهم في الحج وأعد لهم المكان في عرفات فجاء الوقت واقترب عرفات وما حصلت حتى على مكان في عرفة لـ300 حاج هم في ذمتي يعني. قال فكنت في حالة غير طبيعية فتوجهت من جدة إلى مكة في الطريق وجدت مسجد قلت أدخل وصلي فيه فصليت قال فلما دخلت وجدت بنغالي رجل بنغالي معه مصحف جالس يدور في المسجد ما بيش أحد الدنيا الظلام بعد قد خلصوا الناس ويقرأ قال فقلت هذا بغيتي وصلت لعنده وأخرجت له فلوس أيش يا صديق أيش فيه قال أنا حالتي حالة مغموم مهموم علي مشكلة كبيرة جدا أريد أدي هذه لله صدقة لعل الله يفرج عني رد الفلوس قال يعني أنت في مشكل قال له أي في مشكل قال قلب المصحف كذا وطرح أصبعه علشان ما يضيع شيء قال ربي هذا واحد نفر في مشكل كبير ربي أنت في مساعدة ورجع فتح المصحف قال خرجت وأنا مرتاح قال طلعت السيارة ما انطلقت حتى اتصل بي واحد صاحبي قد المتخاصم أنا وهو 3 سنوات يشتغل في نفس المجال مطوف كيف حالك كيف أمورك ها إيش أخبارك قال والله ما أموري قال الأوقاف أعطتني مساحة كبيرة حق 400 إضافية 400 حاج قلت إذا أنت محتاجها أخذتها قال فبكيت مساعد بس الأولية والأسبقية لا تقاس لا بلون ولا بجنسية ولا بنسب